السلام عليكم جميعا آه صوتي واضح ان شاء الله فيكم تكتبوا لي او فيكم تسمعوني صوتكم كمان تمام آه بس عم بامل المنضمين حديثا هو منبلش طيب راح أبلش اهلا وسهلا فيكم جميعا أه, بتمنى ان شاء الله انكم خلصتوا هيك امتحانات او تكميلي وشو في غيره وهيك ان شاء الله مزاجكم فاضي يعني أه, طبعا هذا هو السيمينار الثاني من سلسله السيمينارات المهنيه المقدمه من اكاديميه نيرز هدفنا هو انه نشارك معكم أه, خبرات او مواضيع مهنيه تتعلق بسوق العمل لحتى تفيدوا منها اما بعد التخرج او حتى فيكم أه, اذا حبيتوا تدخلوا بالمجال تبداوا منها هلا من اثناء الدراسه انكم أه تدخلوا بالمجال وتبداوا أه تستفيدوا منه بس لحظه عم يجينا طلبات لسه أه تمام أه طبعا الموضوع اللي رح احكي عنه هو موضوع أه او اسم صار شائع جدا او اكيد عم يصادفكم بمجالات مختلفه هو موضوع تعلم الالي ماشين ليرنينج او التعلم العميق ديب ليرنينج راح احكي عن الاثنين طيب. طبعا موضوع تعلم الالي فينا نقول انه هلا حاليا صار مثل الاتصالات اللاسلكية أو الثورة اللي صارت بالاتصالات اللاسلكية قبل حوالي 12 أو 13 سنة يعني من أيامها مثلا ما كان تلاقوا كل العالم عنده انترنت على الجوالات أو حتى إذا كان في انترنت على الجوال يستخدموا لأشياء بسيطة مثل برامج المسنجر وغيره وبالنسبة مثلا للواي فاي بالبيوت كنت تلاقوا ببناء كامل مثلا بيت واحد عنده واي فاي أو بالحارة كلها يكون بيت واحد عنده واي فاي بعدين فجأة لقينا أنه صار إجى الجيل الثالث والجيل الرابع وانتشر الانترنت بهذا الشكل الرهيب فحاليا تعلم الآلي فينا يقول أنه يا بهاي المرحلة يعني يا على وشك الانفجار أو حتى انفجر وصار يصادفنا بكل مكان ويطلع بوجهنا بكل مجال فأول شيء خلنا نتعرف طيب شو المقصود بتعلم الآلي رح أسألكم سؤال بسيط أو في عندي خلنا نقول صورة هي اذا بتتذكروا اول من كمان تقريبا 10 سنين بلشت تظهر السيارات اللي بتصف حالها لحالها يعني سيارات ذاتيه القياده بالكامل بس السيارات اللي بتصف حالها فهل برايكم هذا نوع من انواع تعلم الالي او فينا نقول انه هذا تعلم الالي تعلمت السياره مثلا تصف حالها فيكم تكتبوا لي بال بالشات بالدردشه او فيكم تشاركوا صوتيا أو حتى برفع اليد بس لشوف المشاركين ما عم يطلع عندي. تمام هلا سؤالي كان عام شوي أنا ما وضحت أو ما فصلت أنه شو شو اللي عم <عن> بقصده بالذات من عملية صف السيارة لوحدها. هلا أه ما شرط يكون ذكاء اصطناعي بالكامل انما العمليه ممكن تكون برمجي فقط لا غير يعني أه السياره عم تقرا حساسات تاخذ تقرا الحساسات لا تعرف شو في على اليمين شو في على اليسار شو في قدام شو في وراء فطبعا الكمبيوتر الي او نحن ما عم نحكي عن تعلم الالي عم عم نحكي عن برامج يعني انه البرنامج يتعلم يساوي شيء هلا راح اعرف اصلا تعليم الالي شو هو أه بس هون بالنسبه ل آه مثال السيارة هاي آه نوع من البرمجة فقط يعني إذا أخذناها بالشكل البسيط إنه عم تقرأ البيانات من الحساسات وبناءً عليها بدها تروح يمين أو يسار فهي عملية مبرمجة فقط لا غير برمجناها نحن إنه إذا آه لقيت شيء على على اليمين مثلاً بدك تقرب شوي على اليسار تلف الدركسيون على اليمين وإلى أخره آه أما يعني ما كانت عملية تعلم آلي إنه حطوا السيارة وتركوها قدام المصف ويلا تبلش تحاول تصف حالها لحالها لانه تعلم الالي هو شيء مثل هيك انه الالي بتبلش او برنامج الكمبيوتر يعني ببلش يساوي المهمه لحاله ومن البيانات اللي بيجمعها بحاول يطور حاله وتعريف تعلم الالي الرسمي اللي طلع عام 1997 تقريبا هو انه البرنامج اي برنامج كمبيوتر بيعمل مهمه معينه وفي عندنا مقياس اذا عندنا مقياس لمدى جوده اداء لها المهمه فاذا كان هذا جوده أداء للمهمه عم تتحسن مع البيانات يعني وقت اللي عم نعطيه بيانات اكثر عم يتحسن اداؤه لهذا الجهاز او لهذا البرنامج فنقول انه عم يتعلم اما مثل هذا المثال اللي ذكرته انه اذا السياره مبرمجه انه بس تروح يمين او يسار حسب البيانات اللي عم تقراها من الحساسات فهذا عباره عن برمجه عاديه ما ذكاء صنعي او تعلم الي، طبعا بعدين بلشت تدخل تقنيات اكثر و وتتطور هذه الانظمه اكثر لحتى دخل فيها الذكاء الصنعي، طيب هلا راح اعطيكم مثال اخر الجوال مثلا وقت اللي نمسكه نحن هيك بتعرفه بيستقبل اشارات من برج التغطيه وعم يرسل اشارات لبرج التغطيه، الاشارات اللي بتجينا من برج التغطيه تنتشر هي طبعا برج بكل الاتجاهات بعدين قسم منها منها بيوصلنا مباشر قسم بيصطدم بكل حيط وبكل اي سطح يعني عم يصادفه وبينعكس السيارات برا الاشخاص اللي حوالينا كلها بتنعكس من عندها. من عندها هاي الاشارات بتوصلنا كنسخ مكرره ومتاخره من الاشاره فبالنهايه الشيء يلي بيوصلنا ما له علاقه ابدا بالشيء يلي انبعث من برج التعظيم يعني ابدا ما له علاقه منوب ما في ترابط بين الاشاره اللي بتوصلنا والاشاره يلي بتطلع من برج التغطية هذا التأثير اسمه تأثير القناة عادة ففينا نحن نمزجه رياضيا أنه نفيده كمعادلة ونساوي شيء معاكس له حتى نسترجع الإشارة لكن وين المشكلة؟ المشكلة أنه أنا إذا ماسك الجوال هيك ففي تأثير للقناة لأنه عم بيستقبل مثلا إذا أنتي عم بيستقبل من هاي الجهة إذا مسكت الجوال هيك فبده يصير استقبل من هاي الجهة رح تصير قناة تانية مختلفة تماما، هاي القناة مثل ما شايفين حسب وضعية الجوال اللي ماسكها، حسب السيارات اللي عم تتحرك برا، حسب المحيط اللي أنا موجود فيه عم تتغير باستمرار، فلذلك نحن محتاجين ما فينا نعطي الجوال موديل واحد بس انه معادلة واحدة، طبقها أنت دائما على الإشارة المشولة حتى تسترجع منها الإشارة الأصلية فالشيء اللي بيعمله الجوال عاده آه انه بيفترض انه هاي التغيرات عم تصير آه بطيئه يعني كل 20 ملي ثانيه مثلا ما عم يتحرك الجوال هيك بنفترض فكل 20 ملي ثانيه برج التغطيه بيرسل له اشاره بيكون الجوال متفق آه عليها يعني بيعرف لهاي الاشاره شو هي بيستقبلها لهاي الاشاره المشوهه بقارنها مع الاشاره الاصليه لأنه يعني مثل ما ذكرت بيكون عرفانها للاشاره الاصليه وبناء عليه بيحسب او بيستنتج شو هو تاثير القناه او كيف تشوهت هاي الاشاره لحتى يساوي تاثير معاكس ويقدر يسترجع الاشاره الاصليه فهل هذا الشيء فينا نقول عنه انه تعلم الي سلطان لا أه تفضل أه انا برايي انه ما فينا نقول عنه تعلم الي لاني في برمجه معينه <applause> عملنا موديل نحن معينين لهذا السيستم فهذا الاساس هو عم يعمل هالآلية باستمرار صحيح صحيح كمان هذا ممتاز كمان هاي عمليه برمجي بس انا من وجهه نظري نظر الشخصي بعتبرها التعلم من اساسيات نعطى الاس ما بتتطور تمام انا من وجهه نظري بعتبر ان هاي ابسط شكل او بدايه تعلم الآلية لانه عم يتعلم بالنهاية عم يتعلم أرقام عم يوصل لأرقام اللي هي تأثير القناة يعني صح أنه عم يعمل حسابات بشكل نحن برمجناه وعم يعملها بفترة قصيرة جداً من عينة بسيطة لكن بالنهاية هو عم يوصل لأرقام عم يتعلم أرقام تتعلق بالقناة أو بتأثير القناة فمضبوط كلامكم هو لا يعتبر تعلم آلي بس أنا من وجهة نظري بعتبره أنه حالي أقرب لتعلم الآلي أو مثل مدخل لتعلم الآلي فالتعلم الآلي هو من الاساس عمليه تعلم ما يسمى بالباراميترز او قيم يعني في عندي انا قيمه تتا رقم ما ما بعرفه بدي حاول انا اني احسبه او خلينا نقول اتوقعه تمام فغالبا مثلا اذا اعطيتكم ابسط مثال اذا ناخذ نحن عينه احصائيه وبنحسب المتوسط تبعها فنحن نكون عم نخمن المتوسط لانه المتوسط الاساسي لاي لا شيء مثلا خلينا نقول اعمار تفضل بعد ممكن يعدل الانتيل للجهاز نفسه تمام بس قديش هاي هاي تعديل الانتيل للجهاز عم يصير حسب ما انا مبرمجه يعني انا عم اقول له انه اذا لقيت الاشاره ضعفت بهالمقدار غير الانتين ولا هو لحاله خلص لما قاس الاشاره عشر مرات او لما ارسل ولا انه خطا ما عم يمشي الحال لحاله عدل بعد الأنتيل للجهاز نفسه هذا هو الفرق بين البرمجي والتعلم الالي انه بالتعلم لحاله طبعا رح نوجهه نحن رح يتعلم شو بده يعمل تمام فهون انا كنت عم كفي موضوع تمام عن موضوع تخمين القيم او حساب القيم اللي ما بنعرفها مثل ذكرت المتوسط يعني اذا انا بدي احسب متوسط اعمار لاعبين كره القدم تمام فاذا انا بدي المتوسط الحقيقي لازم اخذ اعمار كل لاعبين كره القدم حول العالم لكن انا باخذ مثلا عيني عدد من لاعبين كره القدم وبحسب المتوسط تبعهم بقول انه انا هذا هو تخميني للمتوسط الحقيقي ل او لمتوسط كل اعمار لاعبين كره القدم فهون بنلاحظ انه عملية تعلم الآلي هي أساسها أو نقطة الانطلاق لها أو العلم الأساسي لها أو القسم النظري لها هو الاحتمالات والإحصاء هو علم مبني على الاحتمالات والإحصاء ولذلك ترجع جذوره تاريخيا يعني اذا دوره على جوجل وكذا على الويكيبيديا بيقول لكم انه تعلم الالي بيرجع بالاساس لبدايات او للاربعينات بالقرن الماضي. طيب لكن انا ما بدي اياكم آه يعني ما بدي اخوفكم بهذا الموضوع انه آه الشيء النظري هو الاحتمالات والاحصاء احد اهم اسباب انتشاره بالفتره الاخيره هو انه صار شيء يعني مثل ما عم نحكي هلا مهني صار الكل قادر على انجازه باستخدام آه هاي البرامج مثلا مثل التنسر فلو أو آه والجوجل كولاب اللي صار اداه لتعليم او لتعلم آه هيك آه شغلات انه صارت العالم تقدر تبرمج تعلم الالي بدون ما ترجع لهاي الاساسات صارت العالم عن طريق التجربه باستخدام هاي الادوات بنجرب وبنتعلم منها كيف عم تشتغل موديلات او كيف تشتغل البنى المعقده لتعلم الالي مثلا ممكن يمر معنا مصطلح اذا عم نعمل برنامج لتعلم الالي باستخدام هاي الادوات راح يمر معنا مصطلح مثل الانتروبي طيب اذا نرجع على موضوع الانترو فهو موضوع طويل جدا واساسيات من 1948 ونظريه المعلومات والى اخره وله حسابات ومعادلات وكذا لكن بكفينا نحن وقت اللي عم نساوي برامج تعلم الالي باستخدام هذه الادوات نعرف انه طيب وقت اللي بنستخدم نحن الانتروبي بهذا الموديل شو راح يعطينا او شو تاثيره او ليش استخدمنا الانتروبي بهذا الموديل ما استخدمنا شيء اخر بداله فهذا هو احد اسباب انتشار تعلم الالي بالفتره الاخيره خلينا نقول انه صارت الادوات اللي عم نستخدمها لتعلم الالي متوفره اكثر وبسيطه بحيث صرنا ننجزه بدون ما نرجع للاساسيات اللي هي تتعلق بالاحتمالات والاحصاء، لكن مع هيك لازم نحن يكون عندنا فكره عن كيف بالاصل بصير تعلم الالي. اكيد شايفين صوره مثل هاي الصوره اذا شايفين اي مقال مثلا او اي فيديو عن تعلم الاله شايفين صوره مثل هاي الصوره انه انا عندي في عندي نقاط وفي عندي خط عم عن يحاول انه يمر من هاي النقاط يعني نحن عم نحاول نوجد معادله بتحقق هاي النقاط او بتمر من هاي النقاط باقل خطا ممكن تمام هاي احد ابسط مهمات تعلم الآلي واللي هي هن في عندنا مهمتين اساسيات بصيروا بتاع التعلم الالي هاي وحده منهم اسمها الانحدار اللي هي انه بدنا نطالع نحن معادله خط بيربط بين النقط يعني بدنا نطالع التابع الرياضي شو هو وعندنا النوع الثاني هو التصنيف راح احكي عنه بعد شوي طيب هلا هذا الخط نحن لازم يكون عندنا بالاساس فكره ولو صغيرة عن يعني التابع الرياضي اللي ممكن يمثله مثلا فينا نقول نحن إذا هذا هو محور الوايات وهذا هو محور الإكسات أنه العلاقة بهاي النقط بين الواي والإكس هي مثلا شغلي مضروبة بإكس مربع أو إكس ناقص شغلي وعم ناخد تربيع ونضربه بشغلي طيب فدول الشغلتين اللي أنا عم أقول أنه نطرح منه شغلي نضربه بشغلي هني القيم يلي بدها تتعلمهم الآلي واللي حكيت عنهم قبل شوي وقت اللي عم أقول عن تخمين القيم أو موضوع الاحتمالات والإحصاء رح اعطيهم مثال مبسط نحكي فيه شوي كيف رح تتعلم الالي مثلا انا عندي هاي النقاط بتمثل لي شيء مثلا خلينا نقول انه محور الاكس بيمثل لي اعمار اعمار الاشخاص ومحور الواي بيمثل لي احتمال او نسبه الاصابه بمرض معين تمام كنسبة مئويه طيب هلا انا فيني اقول مثلا بناء على هاي المعلومات انه بلاقي انا هيك معادله مستقيم هو عباره عن واحد ونص ضرب اكس يعني العمر مضروب بواحد ونص بتعطينا اه احتمال او نسبه هذا المرض طيب انا كيف اوجدت او كيف فيني برمج الكمبيوتر انه يوجد هاي القيمه ببساطه فيني او يعني برمجه انه كل نقطه من هاي النقاط يقسم الواي على الاكس يقسم الواي على الاكس يقسم الواي على الاكس يطلع معنا شيء قريب من الواحد ونص خذ المتوسط طبعا بيطلع معنا واحد ونص فكمان هون انا لسه ما علمت الآلي ليش؟ لأنه هذا موديل بسيط أنا افترضت أنه التابع عندي هو تابع بسيط هو مستقيم طيب لكن لما بيكون عندي أنا موديل أعقد من هيك مثلا X مربع زائد جزر ساين X مضروب بشغلي وعم بطرح شغلي وبالأخير مجموع كله بدي اسمه على قيمة معينة وهدول القيم كلهم بدنا نتعلمهم ما رح نقدر نحن نحل هاي المعادلات بهاي البساطة وكمان لما بيكون عندي أنا أكثر من X يعني إذا أخذت غير العمر إذا أخذت الوزن والطول وشغلات عادات تتعلق بالاكل وكذا بصير عندي اكثر من متغير كل هدول بدي انا ادخلهم مع بعضهم طالع بيناتهم معادله فيها قيم معينه ما راح اقدر اساويها انا بهاي البساطه فهون راح اخلي الكمبيوتر يتعلم الكمبيوتر ببساطه الاله وقت اللي راح تتعلم طريقه التعلم هي انه بنبلش من نقطه عشوائيه يعني بفرض انا مثلا بهذا المثال البسيط انه بدل ما هي واحد نص اكس 5 اكس المعادله او العلاقه بين هدول النقاط بين الواي والاكس هي 5 اكس طيب بيحسبها الكمبيوتر لا هاي العلاقه بنلاحظ انه هون في عندي خطا كبير بين المستقيم وبين هاي النقاط يلي آه بتمثل لي البيانات طيب فهون التفاضل بيلعب دور بالضبط بالضبط بس انا ما راح افوت بالتفاضل وبالاشتقاق بس ببساطه وقت بنشوف انه وقت بيشوف ال الكمبيوتر انه الخطا كبير يقوم هاي القيمة بدل ما هي 5 اكس مثلا بصغرها وكونه الخطا كبير كثير رح يصغرها هو بمقدار كمان كبير كثير، طبعا هذا المقدار من التفاضل مثل ما حكى عليه. فبغير القيمة مثلا من 5 اكس بيساويها 1 اكس، بصير عندي هذا المستقيم، تم في عندي خطا بهذا الاتجاه لكنه خطا صغير، بيقوم بزيدها شوي بتصير واحد ونص فبيوصل لهذا المستقيم. فعمليا هاي لما بنسمع نحن او في حال ما سمعانين إنه مثلاً بيقولوا إنه موديلات... آه، تمام، إنه بيقولوا في موديلات من تعلم الآلي من تم أيام أو ساعات عم ندربها أيام يعني شيء عادي جداً أو حتى ساعات أو بيقولوا لكم ليش إنه تعلم الآلي بده آه بدو عكروت الشاشة لانه كروت الشاشة بتنجز هيك عمليات بطريقة أسرع من كروت المعالج العادي نفسه طيب، ليش؟ لأنه تخيلوا مثل ما ذكرت لكم لما بيكون أنا عندي أكثر من إكس وحدة يعني بيكون عندي متغيرات عدة بدي أربطها مع بعضها تمام وبيكون عندي كم هائل من البيانات لانه كل ما كان عندي بيانات انا احسن بوصل لموديل حقيقي اكثر بده يقعد يعمل هاي الشغله هون انا كان عندي شيء واحد عم يغيره بس هو العدد اللي عم يضربه باكس اما لما كان عند... لما بصير انا عندي اكثر من اكس وبيكون عندي موديل معقد فيه قيم كثيره كل وحده بده يغيرها شوي لحتى يوصل ل آه الخط الصحيح او لل للانحدار الافضل بدها تاخذ وقت هاي العمليه وبيكون عم يزيد او عم ينقص آه الخطا بالتدريج فبتكون الالي عم تتعلم وبتكون بطور التدريب. طيب هلا رح احكي عن النوع الثاني من المهام اللي بتنعمل بتعلم الالي اللي هو التصنيف او الكلاسيفيكيشن. لنفرض انه هاي النقاط نحن عندنا مرتبطه بتصنيف معين لاحظوا انه انا هون خليني ارجع لورا شوي انا هون كان عندي اكس هو قارن بين المنحنى الاصلي والمنحنى الجديد وقيس مقدار الخطا عن طريق حساب الخطا المطلق تمام بس لحتى تعرف باي جهه يعني مثل ما حكيت انه هون لازم تنزل القيمه لحتى تقرب لهون او هون لازم تزيد القيمه لحتى تقرب لهون راح يلزمك الاشتقاق لكن مثل ما ذكرت بالادوات اللي متوفره حاليا اللي هي الكيراس والتنسر فلو ما في داعي ابدا انك انت تعمل التكامل الاشتقاق عفوا لانه هو راح يحلها لوحده طيب برجع هون كان انا عندي المتغير الاساسي هو اكس بس وواي هو النتيجه اللي بدي اربطها معه اما هون في عندي انا لاحظوا متغيرين هني اكس واحد واكس اثنين بدي شو بدي اربطهم بدي اربطهم باصناف طيب يعني خلينا نفرض مثلا انه اكس واحد هو في هيك منحنيات او هيك نقاط، اكس واحد هو الكومفور او الراحه اللي بتوفرها شركه الطيران واكس اثنين هو اسعار البليتات تمام؟ فمنلاحظ مثلا هون انه الشركات عندها راحه منيحه والاسعار منخفضه هون مثلا الشركات بتعطي رحلات مريحه بس الاسعار مرتفعه شوي هون هدول مثلا الخدمه سيئه او الاسعار رخيصه هدول ما لازم نقرب عليهم نوم لانه الخدمه سيئه والاسعار غاليه فاذا نحن محتاجين مثلا لنعمل تصنيف مثل هيك يعني نفصل انه اي هي الاسعار او البليتات الجيده واي هي البليتات اللي لازم نبعد عنها طيب فكمان بشكل مشابه للمبدا السابق انا لازم الاقي معادله او تابع رياضي يربط لي هاي القيم بين مع مثلا عددين صفر او واحد يعني ياخذ هاي النقطه يربط لي اياها مع الواحد انه هاي منيحه ياخذ هاي النقطه يربطها مع الصفر انه هاي ما انا منيحه هيك تابع كمان بده قيم لازم يتعلم الحاسوب او يتعلم البرنامج راح يبلش بقيم قيم عشوائي بعدين راح يبلش يغير يزيد وينقص هاي القيم هيك لحتى يتم عمليه التصنيف تصير بشكل صحيح أنه خلاص هاي النقاط اللي هون تعطينا واحد يعني هاي جيدة وهاي النقاط اللي هون تعطينا صفر يعني هاي نقاط آه مانها جيدة فهيك بشكل مشابه تماماً نعمل عملية التصنيف مثل ما عملنا عملية الانحدار هلأ كل هذا الكلام آه فيه مشكلة أنه أنا مثل ذكرت لكم بالبداية أنه لازم نكون نعرف ولو شوي يكون عندنا فكرة عن آه التابع الرياضي أو العلاقة اللي بدها تكون واللي راح يتعلمها بعدين الكمبيوتر بعدين بنهايه السبعينات او بدايه الثمانينات اوجدوا صيغه مشتركه خلينا نقول هي الافضل بهاي العمليات عمليات التصنيف بالذات وعمليات الانحدار قالوا ان نحن بناخذ المتغير نضربه بشيء او ناخذ مجموعه المتغيرات نضربها بشيء وبنجمع معها شيء طيب الجواب بنطبق عليه تابع ما من مجموعه توابع معينه مثلا تانجانت او ما تانجانت او تابع معين بعدين نرد بنساوي نفس الشغله طيب ومن رد الجواب بنطبق عليه تابع ومنكرر هاي العمليه بيطلع معنا هيك موديل طبعا الشيء اللي بده يتعلمه هو هدول الايات والبيات لكن هذا الموديل او يعني خلينا نقول صار مثل ستاندرد انه بيمشي حاله مع قسم كبير من المشاكل ودرج هذا الموديل لدرجه انه ما عدنا بحاجه للتمثيل الرياضي هذا بل تحولنا هذا التمثيل الصوري يلي اكيد شايفينه كثير او ما يسمى بالشبكات العصبيه الصنعيه تمام لاحظوا هون بنمثل مثلا الدخل عندي اربع متغيرات دخل طبقت عليهم التابع الاول اللي هو عباره عن عمليه ضرب وشغله ثانيه صار عندي هذا الطبق الثاني صرنا نسميهم طبقات ما نحكي بالرياضيات وبالتوابع صرنا نقول طبقات بعدين ردينا طبقنا عمليه ثالثه صارت عندنا الطبقه هاي الثالثه وبالاخير وصلنا لطبقه الخرج او الاوتبوت ف ب بهذا بهذه الصيغه صرنا دائما نحكي عن شيء اسمه layers او طبقات الشبكات العصبيه الصناعيه صرنا نحكي عن بس اسم التابع اللي بدنا نطبقه هون بدون هاي التفاصيل كلياتها وبدون ما نحن نحسب شو هن الا1 او a 2 b 1 b 2 صرنا بس نحن بنعدل بهذا الموديل بنحكي بهذا الموديل مثلا وقت اللي بيجينا طلب انه بدنا نصمم نحن شيء بنقول لهم انه عندنا هذا الموديل مثلا طيب شو رايكم نضيف طبقه اضافيه او هاي الطبقه نساويها اوسع يعني نزيد عدد ال ال الكرات هون ما يسمى بال بال بالنيترون بال بال منزيد عددهم مثلا او منزيد عدد الطبقات ومن هون اجت تسميه التعليم العميق لانه هاي الطبقات وقت اللي عم ما تكبر عم يصير عندنا شيء اسمه موديل عميق عمليا الشيء اللي عم يصير هو ممثل بهاي المعادله لكن وقت اللي صرنا او وقت اللي انتشر التعلم العميق بهاي الدرجه اللي عم نحكي عنها هلا صرنا بس نحكي نحن بالشرائح مثل ما ذكرت انه عندي موديل مكون من 13 شريحه مثلا، كل شريحه فيها 512 وحده او هاي الشريحه 256 والى اخره، هي صرنا هيك نحن نحلل الموديلات او نقارن بين بين الموديلات ونشوف اذا هذا الموديل ما عم يزبط مثلا شو فينا نغير فيه؟ خلينا نحذف شريحه مثلا، خلينا نزيد شريحه، خلينا نزيد عدد الوحدات بالشرائح وهيك صار او تحول موضوع التعلم العميق من هاي العلاقات الرياضيه المعقده المعقده لهذا التمثيل البسيط واللي صرنا نعمله برمجيا باستخدام مكتبات او وحدات مثل الكيراس والتنسر فلو طبعا راح يكون نحن عندنا دوره عن موضوع التعليم العميق راح نشرح اكثر اول اول شيء بالتفاصيل عن شو اللي عم يصير هون كيف الانتقال بين الشرائح وكيف موضوع موضوع التفاضل او الاشتقاق انه بيحسب الخطا لحتى يرجع يغير هاي القيم لحتى نخلي الموديل او الاله تتعلم هيك انا بس حبيت اعطيكم نبذة عن كيف تتعلم الآلي ولو يعني حاولت خليها فيها شويه رياضيات بس ركزت على المنطق اكثر الموضوع الاخير هو مجالات وتطبيقات التعلم العميق ما حبيت اكتب عناوين هون لانه صار فعلا موضوع واسع يعني راح تشوفوه او غالبا هلا ممكن انا اخذ منكم انتم شو المجالات اللي سمعتوا فيها انه عم يستخدم فيها التعلم العميق وانا راح احكي لكم عن بعض المجالات بي اي دي تبع الاشتقاق هذاك بالروبوتات بالبرمجه هذاك الـ partial integral difference لا، نحن هون بس عم ناخذ اشتقاق لحتى نوجد كيف الخطأ اللي بيطلع معنا وقت الآلة بتعمل خطأ كيف متعلق بالقيم اللي تعلمتها، بس عم ناخذ اشتقاق. في شغلات تانية بتتعلق بهذا الاشتقاق أو إذا في حال حابب يعني تبحث الموضوع الخوارزمية اسمها خوارزمية سيجا ستوكاستيك جراديانت ديسنت، خليني أكتبها هون طيب آه، راح احكي عن واحد من اهم التطبيقات واللي يمكن هو عم يربح الشركات ملايين هلا هو سبب كثير مشاكل كل شيء عم نسمع مثلا عن الفيسبوك انتهاك البيانات وكذا هو آه، انظمه التوصيه او ما يسمى بالريكمنديشن سيستمز اللي هي بتعرفوها انه او اللي وقت اللي بنقول انه عم نتراقب وكذا انه نبحث عن منتج معين بيقوم بيطلع لنا اعلان لمنتج مشابه او بنحكي عن موضوع معين بيطلع لنا اعلان عن آه منتج آه ثاني او نشتري منتج معين بيقوم يقترح علينا هو يقولنا انه اذا بدكم هذا المنتج بيكون ممكن بالنسبه لنا نلاقي نحن ما له علاقه بالشيء اللي اخذناه لكن هو آه تعلم هذا الشيء، تعلم انه العالم اللي بتاخذ آه الله يختم عليها الخوارزميه، تعلم انه العالم اللي بتاخذ من هذا المنتج او من هاي المنتجات او حتى بيكونوا جامعين معلومات عنك اكثر مثلا الجنس، العمر آه الى اخره، واخذت انت هذا المنتج ف الخوارزمية أو البرنامج اللي تعلم بهذا الموضوع تعلم أنه إذا أنت هيك صفاتك فأنت هذا المنتج راح يناسبك وبناء عليه بيطالعوا لك إعلانات تتعلق بهذا المنتج غير أنظمة التوصية نفسها في أنظمة عم تستخدمها الشركات الكبيرة مثلا مثل المواقع أو حتى السوبر ماركتات لحتى هي هني نفسهم يعني يشوفوا شو رغبات المستهلك يعني يصيروا يجيبوا له منتجات أو شو توجه المستهلك لحتى يغيروا مثلا ترتيب المنتجات اللي بيعرضوها بالمكان مثلا إذا عم نحكي عن سوبر ماركتات مثل البيم أو كذا لحتى يغيروا هذا الترتيب بناء على شيء عم يتعلموه من أو البرنامج عم يتعلموا من فواتير المستخدمين او اذا على الانترنت مثلا بنشوف الفترين او الشيء اللي بيطلع لنا بالواجهه اول ما نفتح على موقع لا التسوق فهي كمان بتكون عن طريق برامج عم تتعلم من بروفايلات المستخدمين ولذلك طبعا صار عندنا حروب الداتا او هلا لما بنفوت على اي موقع بيقولنا سياسه الكوكيز وما كوكيز لانه هن بيجمعوا الداتا ممكن تفيدهم ممكن ما تفيدهم لكن بطريقه ما راح يستخدموها بالاخير ببرامج التعلم هاي في موضوع ثاني مثلا وعليكم السلام ورحمه الله. في موضوع ثاني مثلا هو موضوع يسمى بالانومالي ديتكشن او التقاط او اكتشاف الشيء الغير طبيعي. طيب مثلا بيحطوا البرنامج يراقب حركه البيانات على شبكه معينه، على اتصال معين، تمام؟ فبيتعلم البرنامج انه هذا هو انا النمط الطبيعي من حركه البيانات، اذا ما في عندي اختراق ولا شيء. تمام؟ فوقت اللي بيصير عندي حالة اختراق مثلا أو شيء آه غير طبيعي البرنامج لأنه متعلم النمط الطبيعي رح يقولنا أنه هلا هون في عندكم مشكلة في شيء غير طبيعي هي إما محاولة اختراق أو آه خلل فني أو إلى آخره أحد التطبيقات كمان واللي هي من آه من عمليات معالجة الصور بالمناسبة التطبيق اللي نقول الأشهر أو الأبسط هو عمليات تصنيف الصور يعني التعرف على الوجوه مثلا هاي كلها بتتم عن طريق عن طريق هاي الشبكات ولو انها ما راح تكون رياضيا مثل هاي العمليه عمليه ثانيه اسمها الكونفولوشن كونفولوشن نيورال نتوركس او سي ان لكن بنيه مشابهه لهاي فبهيك بهيك بنى او بهيك معماريات بهيك برامج تنعمل كل عمليات معالجه الصور او تصنيف الصور التعرف على الوجوه في مثلا برامج هلا اللي بتساوي الفيديو تبعت اللي بتحطه صوره الشخص بيقوم هو بيساوي لكم آه بحرك تمه وبحط الغناي بحرك تمه وبغير آه تعابير وجهه مع آه الاصوات او الكلمات فهي كلها باستخدام آه هاي الشبكات والتعلم العميق فاحد التطبيقات كمان يلي انعملت باستخدام معالجه الصور من فتره آه ظهر آه هو مجال الهندسه المدنيه مثلا آه صاروا يحطوا صور ما بعرف الاعمده او كذا مشان التشققات اللي فيها وكذا وبناء عليه عليه الموديل صار يحسب انه اذا في خلل او مدى التعرض المقاومه للزلازل والى اخره او حتى بشكل مشابه كمان بالنسبه للجيولوجيا الجيولوجيا وما جيولوجيا موضوع الصخور كمان تنحط او تتعالج صور الصخور هاي لحتى يتعلم ال برنامج منها يتعرف عن يتعرف على شغلات مثلا ثاني من خصائص الصخور او شغلات كان من الصعب اننا ان اوجدها بهاي البساطه تطبيق اخير راح احكي عنه هو عندنا بمجال الاتصالات في حال كان معنا طلاب من هندسه الالكترونيات الاتصالات او الكهرباء والالكترونيات هو تصميم انظمه الاتصال نفسها تفضل تصميم انظمه الاتصال نفسها نحن وقت اللي بنحكي عن تصميم نظام اتصال في عمليه تصميم نظام الاتصال هي عباره عن تحديد بس قيم مثلا أديش بدنا نقوي الاشاره او الاشاره كيف بدنا نعدلها لحتى تصير اقل مقاومه لا او اكثر مقاومه لا التشويش وكذا فهي القيم صارت يتم تعلمها باستخدام برامج التعليم العميق ضمن ما يسمى الاوتو انكودر او يعني المرمز وفك الترميز الذاتي لانه المرسل بيعمل ترميز للاشاره والمستقبل بيعمل فك ترميز للاشاره فهي العمليه صارت تندمج وباستخدام شبكات التعلم العميق او ما يسمى بالشبكات العصبيه الصنعيه يتم تعلمها ويتم انجازها بشكل كامل وهذا احد مجال الابحاث حاليا انا عم بشتغل بهذا المجال تقنية معالجة الصور الصورة بتلعب دور في برمجة رؤوس الصواريخ وما يشابهها طبعا في حال كان عندكم أي أسئلة حاليا فيكم تعملوا رفع اليد أو فيكم تكتبوا على الشات بهالأثناء راح أحكي عن شغلة أخيرة أو مجال ثاني خلينا نقول هو مجال الانعاب اللي يسمى reinforcement learning بالنهايه هو كمان شيء مبني على الشيء اللي شايفينه هون أه لكن الخطا وقت اللي نحن هون كنا نحسب الخطا مثلا بدل ما ينحسب الخطا بهاي بهاي الطريقه صار الخطا بينحسب على النتيجه النهائيه للعبة مثلا اكيد سمعتوا عن انه صار بالتعليم بتعلم الالي صار في برامج تلعب الشطرنج ونتائجها مذهله وكذا فهاي البرامج كانت تتعلم عن طريق ما يسمى بالرينفورسمنت ليرنينج اللي هو انه بتعمل حركه عشوائيه وبعدين بتشوف بالنهايه تاثير هذا الحركه على اللعبه انه راح تخليه يخسر ولا يربح اذا خلته يخسر بيرجع بيولد حركه عشوائيه ثانيه وبشوف نتيجتها وهكذا وبالمناسبه هدول تطبيقات الرينفورسمنت ليرنينج هن اللي بالعاده بياخذوا اوقات طويله كثير يعني ايام او ممكن اسابيع لحتى تتدرب لانه يعني لازم كثير يعمل البرنامج اخطاء 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 لحتى يتعلم في فيديوهات على اليوتيوب هون يعني متعلقه بهذا المجال عم تحكي لكم عن فضل احمد تمام عم تحكي لكم عم بحطوا لكم مثلا مثل لعبه الغميضه تمام انه في اشخاص بدهم يتخبوا واشخاص بدهم يدوروا عليهم ويلاقوهم تمام فبيبلش هذا طبعا الهدف من اللعبه انه يتعلم اللي اللي بده يتخبى يتعلم يتخبى وفي باللعبه بالخريطه ادوات مثلا مثل صناديق او حواجز انه بيحطها قدامه بيتخبى وراها فبورجوكم كيف بالبدايه كان هذا بس يمشي عشوائي هيك وقف وين ما كان فورا يلتقيت بعدين معه معه عن طريق انه لما بيغلط بيغير الحركه آه، راح دور عليها وهلا بنلاقي آه، طريقه لننشرها ما في مشكله آه، مع الوقت ببلش اول شيء مثلا يصير يتخبى وراء وراء حائط موجود بعدين معه معه بصير يتعلم يستخدم الحواجز الموجوده يعني بصير بيتخبى وبجيب الحاجز بجيب الحاجز لقدامه لحتى آه ما يلاقيه الشخص اللي عم يدور عليه وهكذا هذا هو موضوع reinforcement ليرنينج وفي له تطبيقات عم يعني باستخدام الالعاب مثلا عم يساووا تصاميم ثانيه آه كمان بمجال الاتصالات في آه تابعه للخوارزميات الجينيه، الخوارزميات الجينيه شو بتقصد فيها؟ طيب رح آه كمل كلام وانتوا كملوا كتابي طيب شو قصدك بالخوارزميات الجينيتيك؟ فمثلا باستخدام reinforcement ليرنينج او تعلم هاي البرامج الالعاب مثلا في حاليا بحث عم يعمله احد اصدقائنا بالجامعه عم يحاول يصمم ترميز لنظام اتصالات عن طريق حل المتاهات يعني بيخلي النظام يحل متاهات او البرنامج يتعلم انه يحل متاهه وبناء عليها حسب حركات المتاهات او الحركات اللي عم ياخذها او اللي عم يخطيها اثناء جوات المتاهه يعني يمين او يسار او فوق او تحت بحط وحدات وصفار هاي تستخدم ب آه ترميز الاشارات اللي بدها تنبعث ل آه بدها تنبعث كنظام اتصالات فيعني آه رغم انه reinforcement ليرنينج مثلا اللي هو ظاهر لنا انه آه بس شيء بيتعلق بالالعاب بي مثلا يعني اغلب تطبيقاته تتعلق بالالعاب الا انه باستخدام هاي التطبيقات بالالعاب عم يستخدم بمواضيع ثانيه اعقد او عم يستفاد منه بمواضيع اكاديميه مواضيع كمان معالجه الصور احد استخداماتها مثلا بالتعرف على بخطوط الانتاج مثلا في عندنا قطع معينه أحياناً بتطلع خطأ مثلاً فبمعالجة الصور صار هذا النظام شائع جداً أو يعني عم ينتشر كثير بمعالجة الصور باستخدام أنظمة التعلم الذاتي أو التعلم العميق إنه يكتشف إذا هذا المنتج تمام أو خطأ مثلاً التلفزيونات من وراء المأخذ تبعيتها ما المأخذ تبع التلفزيون مثلاً وصلت المدخل HDMI أو أو غيره ممكن هدول أحياناً أثناء التصنيع يطلعوا في ميلان شوي مثلا او في قطعه بارزه لبرا او كذا فهذول صعب انه كان الشخص يعني يشوفهم ويعاينهم كل وحده بوحدتها فصاروا إلا عن طريق انظمه او عن طريق انظمه تعلم عميق تاخذ صوره للشاشه من وراء وبتشوف اذا في عندنا هيك مشكله او لا تعمل على مبدا التعلم الذاتي لكن الاساس برمجه معادلات رياضيه نحن بنبرمجها انها تتعلم يعني نحن عم نعطيها معادله فيها مجاهيل هي بعدين هاي المعادله مستحيله الحل يعني كحل انه تمسك ورقه وتحلها ما ممكن حلها لهي المعادله فبيحلها احصائيا انه بحاول يحلها باستخدام هاي البيانات اول مره وثاني مره وثالث مره بتم عم يتعلم هيك لحتى يتعلمها فنعم نحن الأساس أننا برمجناه على معادلة رياضية بعدين هو من البيانات عم يحاول يصلحها لهاي المعاملة الرياضية المعادلة الرياضية عفواً أه طيب سؤال عمي أه في بعض الاحيان تكون الداتا سيت كبيره وهناك اكثر من طريقه ممكن نجربها سبورت او راندوم فورست او فيكتور ماشين او الى اخره، كيف ممكن نحدد أه ايش الافضل تطبيقه يعني اي خيار هو الافضل ويقلل نسبه الخطا. هذا احد أه جماليات تعلم الالي أه انه لانه نحن ما عم نعرف شو اللي عم يصير جوا بالضبط كيف عم تتحدث القيم أه ما في في كثير يعني مواضيع او خلينا نقول في مجالات ما فينا نعطي فيها قرار قطعي او كلام نظري انه خلص لا هذا هو الافضل، ومشان هيك طبعا في يعني بيعتمد الموضوع على مدى انتم تفاعلكم مع هاي الموديلات وقديش بتجربوا فيها وقديش تعدلوا فيها، فمثلا مثل هذا الموضوع انه سبورت فيكتور ماشين او راندوم فورست او غيرها، هاي غالبا بتعتمد على الموديل وبالاخير بتعتمد على التجربه، يعني انت كيف بتجرب؟ إنه اللي بتلاقي هو اللي بيعطيك بقلل نسبه الخطا هو بده يكون الافضل، هلا اكيد في شغلات اساسيه يعني مثل وقت ذكرت لكم موضوع الانتروبي او غيره في شغلات اساسيه هاي لازم تكونوا بتعرفوها تمام انه هذا لازم نستخدم هاي هذا التابع مع هذا الموديل او لازم نعمل هاي الحركه مع هاي الحركه، لكن بعدين الشغله عم تصير يعني أنتوا شطارتكم بتجربوا بهذا الموديل بتزيدوا العدد بتستخدموا هاي الطريقه تستخدموا هاي الطريقه وهكذا. الماشين ليرنينج هي نفسها الارتفيشال انتليجنس بدايه من زمان يعني من مثل ما حكيت لكم نص القرن الماضي وكذا كانوا كلهم ارتفيشال انتليجنس لكن بعدين وقت اللي بلش يطلع عنا تخصصات انه مثل هلا المشين ليرنينج والديب ليرنينج صار الارتفيشال انتليجنس هو مثل المصطلح العام الماشين ليرنينج هو واحد منه الارتفيشال انتليجنس يعني مثل شيء بيشمل اكثر بيشمل كمبيوتر فيجن ما كمبيوتر فيجن طارات الدرون حدث هلا ممكن يكون فيها ذكاء صنعي او تعلم الي لكن هلا نحن لحتى تتعلم الاله عنا بتحتاج لتدريب فاكيد هاي الطيارات وغيرها ما ما تدرب على الواقع يعني ما بيطالعوها لتتدرب ويلا اذا وصلت على هدف تمام اذا ما وصلت على الهدف اذا وقعت خليها توقع لا بتتم عمليات التدريب غالبا او تعلم الاله بتتم كمحاكاه تمام وبعدين ممكن يبلشوا يجربوها شوي شوي يعني لحد هلا ما بعتقد انه خلص صار كل شيء كل الانظمه اللي بالطياره مثلا او بال بهاي الاجهزه صارت بالكامل تعتمد على الذكاء الصنعي لكن عم يدخل بالتدريج ماشين ليرنينج باختصاص ميكاترونكس بالجامعه بيعتمد على جامعتكم ممكن يكون يعني ممكن يكون درس اختياري بالسنه الرابعه او حتى ممكن يكون الاندش لكن ممكن انتم يعني تتعلموها لوحدكم بعدين تستخدموها بشيء بمشروع تخرج مثلا او تستفيدوا منها بمجالكم لانه اكيد الميكاترونكس هو احد المجالات اللي يستخدم فيها الماشين ليرنينج طبعا نحن دورتنا راح تكون بشكل اساسي موجهه ل او مركزه على موضوع التعلم العميق، راح نتعلم باستخدام الكراس والتنسر فلو اللي حكيت عنه هون، باستخدام الكراس والتنسر فلو كيف نعمل موديلات التعلم العميق وكيف نساوي بعض المهام الاساسيه مثل تصنيف الصور مثلا بنساوي مشروع بسيط مثل مشروع التعرف على الحيوان اللي هو قطه او كلب مثلا من الصور ومنساوي مشاريع مشروع ثاني مثل المشروع أه بيتعلق ب بي... الله مشروع بيتعلق بزبائن البنوك مثلا هاي احد المشاريع المعروفه او الشائعه خلينا نقول اللي بياخذوها كمثال على استخدامات التعلم الالي انه بتاخذوا معلومات عن زبائن البنك وبتشوفوا انه هل هذا الزبون هو محتمل انه يترك البنك او لا طيب بيتعلم الموديل هذا الشيء والاخير بيعطيكم احتمال انه هذا الشخص احتمال كذا راح يترك البنك احتمال كذا المصدر المصدر الاساسي اللي حاليا معتمد حتى بالجامعات اللي بتدرس هاي الماده للديب ليرنينج هو اسمه ديب ليرنينج بوك آه بتلاقوه فورا على الانترنت بيطلع لكم ديب ليرنينج بوك دوت اورج آه هذا المصدر يعني بالنسبه للديب ليرنينج بالنسبه لتعلم الاله اللي فيه شويه اساسيات آه نظريه اكثر في آه كتاب راح اكتب اسمه طيب لحظه شوي طبعا ال ار ان ان هذا احد المجالات ذكرها الاستاذ محمد Uh, الار ان مثلا او ال ال التدريب ال ال اسمه الريكرنت نيورال نتورك التدريب التقدمي او التتابعي مثل ما ذكر الاستاذ uh, محمد احد اهم تطبيقاتها هو ما يسمى بمعالجه اللغه الطبيعيه ناتشرال لانجويج بروسيسنج اللي حاليا بيستخدمها مثلا الجوجل بالترجمه اذا تتذكروا من زمان كنا نحكي انه الجوجل ما بيعرف ترجم جمال بس يترجم الكلمات وبيحطها جنب بعضها اما حاليا صار يعرف يترجم جمل كيف؟ لانه تعلم ب باستخدام بنى مثل هاي او الار ان ان اللي ذكرها الاستاذ محمد صار ياخذ الجمله مثلا اللي باللغه العربيه باوجد لها تمثيل رقمي كارقام بعدين من هذا التمثيل الرقمي بيطالع جمله باللغه الثانيه فصار يقدر انه يطالع الجمله بشكل صحيح او خصوصا ما يتعلق مثلا بالجنس باللغه العربيه انه مذكر مؤنث او مفرد ومثنى وجمع فهدول الخصائص طوروها باستخدام التعلم العميق او بالذات تحديدا ار ان ان طيب بس كنت بدي اشوف بدي اجيب بال ديب رح احط الرابط هون ديب ليرنينج بوك هذا الكتاب حاليا يعني معتمد معتمد ب يعني بعده جامعات اذا عم بدرسوا ماده التعليم العميق كماده انا جامعتي مثلا بوازد شيء عم بدرس هاي الماده بالماجستير اخذتها فكان هذا احد المراجع او هذا المرجع الاساسي كان طيب بس خليني ارجع اكثر تخصص متعلق بموضوع الذكاء الصنعي انا بعتقد تخصصنا والله متعلق يعني الكتريك الكترونيك او الكترونيك هذا ليش حتى بعتبر انا انه تخصصنا متعلق اكثر من اي تخصص اخر لانه موضوع أساسات تعلم الاله يعني الاحصاء والاحتمالات جاي من عنا او نحن بنستخدمها اكثر شيء لكن على العموم هندسه الكمبيوتر كمان فينا نقول او انها متعلقه بالذكاء الصنعي وفي جامعات هلا بتركيا متوقع ما بعرف اذا فتحوا بس في جامعات هلا في رفيقي بهولندا دخل فرع تخصص يعني ذكاء صنعي. طيب في حال ما عندكم شيء كمان راح انهي انا الاجتماع حياكم الله شكرا على حضوركم واستماعكم كيف ممكن نستفيد من الذكاء الصنعي بفرع الميكانيك بفرع الميكانيك بال هلا اذا حضرتوا امبارح مثلا الـ الـ السمينار السيمينار اللي قدمه الاستاذ عمار والاستاذ عبد الله حكوا لكم على شغله انه السوليد ووركس بيعطيكم اخر شيء انه بعد ما يعمل محاكاة بيعطيكم التصميم انه كيف فيكم تعدلوه بالاخير انه شو الشيء اللي فيكم او القطع اللي فيكم تسحبوها من التصميم او تخلوها وكذا فهذا ممكن آه هذا الشيء يتم باستخدام الذكاء آه الصنعي او باستخدام تعلم الالي لحتى يصير يعطيكم آه ممكن نتائج مختلفه لأن ما مبنيه على السيموليشن انه هاي النقاط فيكم تعدلوا عليها او فيكم آه تلغوها او فيكم آه تضيفوا عليها. اوبتمازيشن بالضبط آه كيف ممكن نتعرف اكبر على الذكاء الصناعي ونبدا في العمل عليه آه فيكم تبداوا ب آه مثلا الكتاب اللي ذكرته عن الديب ليرنينج اذا حابين هلا مثل ما ذكرت انا في الموضوع في القسم النظري وفي آه التطبيق العملي باستخدام الكيراس والتنسر فلو في حال في حال آه كنتوا حابين انتم بس تتخصصوا بالقسم العملي يعني المهني انه انا بس اعرف اني اساوي شبكات الذكاء الصناعي وبعدين بطور حالي فدورتنا عن التعلم العميق هي فيكم تعتبروها نقطه انطلاق او بدايه لا تدخل بهذا المجال بالاضافه بتلاقوا على الانترنت مراجع الكراس والتنسر فلو نفسهم يعني هذول الاداتين المستخدمات اكثر شيء بتلاقوا فيهم توتوريالز او امثله بسيطه فيكم تنطلقوا منها طيب شكراً على حضوركم. بالنسبة للجلسة اللي كانت مبارح خلنا نشوف طيب لحظة. تمام أستاذ محمد جاوبكم. الدورات رح تبدا ببدايه الشهر القادم رح يتم الاعلان عنها بشكل منفصل على صفحات نيرس اكاديمي شكرا لحضوركم مجددا انا هلا رح انهي الجلسه شيء رح اوقف الشاشه